ما هي المقومات والشروط الواجب توافرها في الخطيب والامام وكيف يكون الخطيب متميزا وما هي وسائل تميزه وهل الاعداد سب في جبين الخطيب ان يكون معدا لموضوع خطبته قبل ان يقوم بها ام يعتمد على موروثه الدراسي والثقافي في سابق الايام ما بال الاطاله في مساله الخطبه هل لابد ان تقيد بوقت محدد ام تكون مفتوحه حسب الموضوع هل لابد ان يلزم الخطيب على المنابر والمساجد بموضوع محدد طوال الشهر الفضيل ينزل له من المؤسسة الدينية التي يخضع لها المسجد أم يكون الموضوع متغيرا من مسجد لآخر بحسب البيئة الجغرافية وطبيعة السكان والمشاكل التي تحدق به ما هي وظيفة المسجد في الإسلام وما هي وظيفة الخطيب وهل تقول بهذه الوظائف لتخضع لصانع قرار سياسي أم يحددها هيئة كبار العلماء والعلماء المشتغلين بالدعوة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ حياكم حي الله اخي اهلا وسهلا الله يبارك فيك ربنا يكرمك ايه راي حضرتك في بدايه الحلقه بداية جميلة وما شاء الله تقرير طيب منذ البداية. ربنا يبارك في يعني حضرتك. هي مقدمة وتقرير في نفس الوقت، أنا أعتبرها كذلك. وتقرير. نعم نعم. ربنا يبارك في حضرتك، الله نتعلم منكم يا سيدي. الله عليكم هل هنالك للخطيب لابد أن تكون له شروط ومقومات محددة حتى يكون خطيبًا من بداية الأمر أم ماذا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، م. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, صلى الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لا شك أنه ينبغي. أن يتصف الخطيب بصفات متوفرة فيه حتى يكون خطيبا متميزا إذا قال استمع له وأنصت الناس لكلامه واستفادوا من قوله وبيانه وحاول بعضهم تطبيق ما يسمع أنا يعني حتى في بعض المؤسسات الموجودة على الساحة العالمية والإسلامية الآن بتعمل شيء اسمه يعني إحصاء كده كل فترة كم من المصلين يمكن ان يكون عندهم شيء من الانتباه او الرضا عن خطيب جمعتهم مثلا مم. وكم رأيه. منهم استفاد مم. وكم منهم حاول ان يطبق مم. ما سمع في هذه الخطبه بسم الله استبيان او رجع الصدى نعم استبيان ممتاز. فتجد يعني احيانا احيانا تجد يعني فروق عجيبه شويه بين مم. عدد من يحضر وعدد من يفهم ويستفيد مم. وعدد من يحاول التطبيق في فروق مم. يعني في باون شاسع في الأعداد. في الاعداد في الاعداد طبعا متفاوته جدا جدا يعني خاصه بين قله ان قضيه كثرة. الاستماع والانتباه وقضيه آه. التطبيق في فرق شوي، تمام طيب الخطيب يجب ان يتصف الخطيب نفسه يتعرض م. لبعض الامور اثناء خطبته ممكن يتعرض لموقف محرج ممكن يتعرض لاي شيء من الاشياء م. فينبغي ان يكون ان يتصف بسرعه البديهه تمام رقم واحد، لان احنا الحلقة الماضية تكلمنا عن قضية العلم باستفاضة شوية. سليم وقت. نعم. فهو يتع... ي... 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 ف... يتصف يأ... بصورة آخذ من حضرتك الشروط الواجب توفرها في الخطيب حتى يكون خطيبًا، ما هذه الشروط؟ رقم واحد أن يكون سريع البديهة. بمعنى؟ آه هذا غير القرآن والعلم مم. والكلام اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، يعني هذه زيادة مم. في المواصفات. أن يكون سريع متيقظ الذهن. بمعنى مم. أن يكون حاضر، يعني هو يكلم الناس، بعض الناس حينما يخاطب الناس هو في غيبوبة. مم. هو يتكلم كأنه والناس. لسان ينطق بما يحفظ فقط لابد أن يكون متيقظ مم. عينه على الناس شايف الناس مم. متقبلة كلامه مم. ولا لا صحية ولا نيمة أم. أم. يعني إذا تكلم كلاما فيه شيء من, الـ من الـ التأثير مم. أم. إذا تكلم كلاما فيه شيء من ترقيق القلوب هل بالفعل ظهر على الناس وهم جلوس؟ هل إذا تكلم كلاما يبكي بكى الناس؟ م. هل إذا تكلم كلاما يضحك ابتسم الناس وضحك الناس؟ هل إذا تكلم كلاما يعني فيه قضية يعني تمس قضية كبيرة جدا بالنسبة للحضور للناس م. رأى الناس مجدودين إليه؟ هذا كله م. الخطير تواصل يسطيع. وتفاعل ولو تفاعل نعم. بصري أو نعم. تواصل معناوي نعم فيجد نفسه ساعتها يتحدث بفضل الله عز وجل دون انقطاع ودون اضطراب أو غير ذلك م. ويتخلص من المواقف المحرجة تمام يتخلص من المواقف البحرجة حتى بس ربما يقود هذا الى مساله الحماسه والحماسه توقعه في زلل او خطا. الا تؤيدني في هذا الراي؟ اؤيدك ولكن م. لماذا تكون حماسه هكذا مطلقه؟ الحماسه المطلقه هذه تتحول في بعض الاحيان الى يعني لا تؤاخذني ممكن تتحول الى حماقه الى سفه حينما يعني يؤجج هو نفسه اراد ان يطفئ فتنه فاججها اكثر. م. أراد أن يعالج مشكلة فأتى بمشاكل ومن هنا يخشى من بعض الخطباء على أن يعملوا على التهاب الواقع بدلاً من إطفائه وتهدئته بهذه الحماسة الرعناء ما هو التها يعني كونك تثير العواطف وتهيج المشاعر هذا مطلوب ولكن في أوقات دون أوقات وفي موضوعات دون موضوعات وفي أحداث دون أحداث تمام مقيده نعم, نعم يعني تخيل لو أنك يعني مثلاً في بلد تخطب الناس مم والعدو على الباب يريد الهجوم تمام. على البلد ولا خلاص هاجم حدود البلد او كذا، مم. هل ساعتها ستخرج للناس تهدئ من الناس وتقول لهم يا يا جماعه الخير وخليكم هادئين وكل واحد يروح ينام في البيت؟ ولا ولا ساعتها مطلوب منك ان تثير عواطف الناس وتهيج مشاعر الناس وتحثهم على الذب والدفاع عن الدين وعن الوطن وعن الامه؟ هذا مطلوب ساعتها صح ولا صحيح فهذا مطلوب، اذا نحن نتحدث عن الحماسه المنضبطه، مم. لماذا؟ لان العواطف في زمن الفتن عواصف العواطف مرة ثانية في العواطف م. في زمن الفتن عواصف تمام هذه حقيقة يعني عرفها الأئمة وتحدثوا عنها في كثير من الأوقات وأحياناً واحد هو منفعل جدا جدا ممكن يتكلم بكلام كلام يعني غير غير متفق تماما م. حتى مع العقيدة يعني م. مش بس مع الفكر ولا مع الحدث حتى مع العقيدة يعني أحدهم مرة سمعته بنفسي يعني كان منفعل جدا يومها يعني م. وتكلم عن نصف قضية حماسية جدا وقال والله لا عنكم وعن حقوقكم ولو فعلوا بي وفعلوا ولو صلبوني كما صلب المسيح ابن مريم الله أكبر أنا سمعتها بنفسي وساعتها حتى أنا وبعض عجيب. الناس إيه يا عم أنت إيه اللي حصل هو إيه هو مش فاهم بقول إيه من شدة الحماسة القرآن ينفي طبعا هو من شدة الحماسة تماماً يعني. قال يعني. مين يا اللي صلبوه الله يهديك وهكذا فتجد بعض الناس يعني الحماسه تاخذه الى هذا النحو، لكن م. الخطيب سريع البديهه يستطيع التصرف حتى في المواقف الـ 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 الشائكه جدا يعني. يعني انا اذكر في يوم من الايام اعترضني احد الشباب وانا على المنبر من سنوات طويله يعني وراح يصرخ في الناس انا المهدي المنتظر المنتظر. هو على المنبر؟ انا على المنبر آه. وهو هو جالس وسط الناس خطبه جمعه. نعم. وانا بخطب. لا. وقال قال انا المهدي المنتظر ويصرخ بها يعني. <applause> وتحول المسجد الى فوضى يعني طبعا, طبعا. فطب انت تعمل ايه ساعتها؟ لو حاولت انك يعني الناس تجلسه كده تحصل مصيبه ايه طب تعمل ايه؟ انا بصراحه هداني يعني الله عز وجل يعني لفكره جميله جدا يعني فقلت انت المهدي المنتظر؟ قال انا المهدي المنتظر فالناس جاي راحت تشد وبتاع قلت وانت على المنبر أنا على المنبر قلت لهم اتركوه يا اتركوه يا جماعه اتركوه يا اخوه تقدم يا اخي فتطلع للامام قلت له ما دمت انت المهدي المنتظر تعال مكاني لتكمل انا اعرفه واعرف انه ما يستطيع يتكلم كلمتين على بعض انا اعرف جيدا يعني رائع فقلت على اطلع مكاني حتى تخطب فينا انت تكمل الخطبه انه لا يليق بي ان اخطب ان اقف في هذا المكان والمهدي المنتظر بنا اذا كان المسيح عيسى عليه السلام في اخر الزمان سيقدمك للامامه هل اتقدم عليك انا للخطابه اتفضل لا. عارف عمل ساعتها ماذا القى نفسه على الارض ومثل انه مغمى عليه انتهت القصه وشالوه ورا براحتهم هذا يذكرني في التراث العربي أحدهم ادعى النبوة فأرسل إليه أبو جعفر العباس قال لو يقولون أنك ادعيت النبوة قال أنا نبي قال ولمن أرسلت قال وهل تركتموني أرسل إلى أحد بمجرد أن قلت نبي قبضتم عليه. اتركوني أرسل ثم أخبر أنا تقريبا هو نفسه الشخص اللي مر لما قتل وصلب هو نفسه تقريبا الشخص على ما أذكر فمر عليهم خلف بن خليفة الشاعر وهو كان ايه كان يقول يوحى الي ان اعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل كافر وفاجر فمر عليه الشاعر خليفه بن خلف الشاعر المعروف وهو مصلوب على العمود وقال ان اعطيناك العمود فصل لربك على عود وانا ضامن الا تعود <تصفيق> 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 <أنا حسنة. تصفيق> جميل فهذه واحده الحماسه المنضبطه 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 مطلوبه جدا جداً, <applause> جدا يعني إيه طيب كذلك ماذا ايضا من الشروط الواجب توفرها في الخطيب؟ طبعا شروط كثيره جدا إيه إيه توثيق الخطبه بمعنى بمعنى ان البعض نراه يتساهل في ايراد الاحاديث الضعيفه والموضوعه والروايات الواهيه على المنبر الى الان يا اخي اتق الله في الناس اتق الله في المسلمين في المستمعين اليك يا اخي حضر يا اخي يا اخي, يا أخي. يا أخي شوف راجع الا تجوز روايه الاحاديث الضعيفه وان كانت تدل على فضائل الاعمال؟ والله طالما ان الاحاديث الصحيحه البديله موجوده لماذا لماذا نلجا الى الضعيف حتى وان كان إن كان في فضائل الأعمال هذه مم. واحدة وعلى النقيض تجد آخر يبالغ مبالغة غير طبيعية وهو على المنبر في تخريج الحديث والناس اللي جالسين عامة مش فاهمين هو بيحكي في إيه فيحصل ملل للناس بعض الناس إلى الآن يعتمد على كتب الخطب ما يعرف بالكتب كتب الخطب المنبرية العصرية سليم دون نظر أو تعديل في بعض إيه بعض فقراتها أو كذا هو بيطلع يقراها حرفيا بعض الناس بياخدوا الورقة بالحرف ويطلع يقرأها مم. سواء كانت متحضرة أو هو محضرها اذكر مره من المرات كان مواقف عجيبة. مواقف عجيبه لا انا معنا. اذكر موقف عجيب جدا يعني اتفضل كنت ساعتها لسه طالع من عمليه جراحيه من ايام من سنوات طويله يعني واحد الاخوه الخطباء قال لي يا شيخ ايه يا ريت تصلي عندي طيب قلت له حاضر بس ما قلتوش انا جاي يعني رحت فجاه وهو على المنبر بدا يخطب طلع يخطب الخطبه فانا اذكر ايامها كان الشيخ حسان موجود في السعوديه محمد حسان نعم شيخ محمد حسان وكان في خطبه مشهوره جدا موجوده حتى على الأشرطة بتتكلم عن الاختلاط الخلوه والاختلاط للشيخ محمد الشيخ حسن الشيخ محمد حسن. تمام طب الشيخ في السعوديه خطب الخطبه دي مم. فاخونا كتبها فرهاها الشيخ من الشريط حرفيا تمام ما فيش مشكله مش خطا وطلع على المنبر يتكلم الشيخ محمد ناس. رجل عالم نعم يعني. تمام. كنا في مسجد شعبي مسجد منطقه فقيره جدا معدمة تمام والاخ طلع على المنبر يخطب الخطبه بصراحه روعه وبيق يعني هو حافظها حفظ ما شاء الله يعني خطيب مفوه اه والاخ طلع بصراحه حافظها حفظ مش بيقرأ من ورقه لا حافظها يسمعها بالضبط لحد ما جاء وانا جالس كده وانا مستمتع بالخطبه بصراحه يعني وفوجئت ان الاخ بيقول للناس ايه الناس معدمين بيقول لهم ايها الناس على ما اذكر يعني اتقوا الله في ابنائكم ولا تتركوهم بين ايادي هؤلاء الخادمات الفلبينيات النصرانيات بيكلم مين؟ خلي بال حضرتك فئه في مصدر فقيره معينه الشيخ كان بيواجه الكلام ده لمين هناك؟ للمجتمع هناك المجتمع اللي عنده ظاهره طيبه نعم اللي عنده خادمات خادمات فلبينيات موجودات خدت بالك ولا اخونا بيواجه الخطاب لمين؟ ولما جيت اراجعه في الكلام بعدها قال هو مش عارف هو ايه؟ هو حافظها عجيب اه فاحنا بنقول ايه؟ بنقول الخطيب لا باس ابدا ان ان تقلد غيرك او ان تاخذ من غيرك لا باس ولكن الخطب إن المنبريه طوع انتقل طوع عدل <applause> شيء يناسب الحاله نعم بعضهم خرج على المنبر ويدعو كان يقرا من كتاب قديم يقول اللهم انصر السلطان قلاوون هذه كثير بتحصل أه بتحصل اه كذلك قوه اللغه مطلوبه وحسن البيان مطلوبه جدا على المنبر لانها بالفعل يعني تؤثر في الناس تأثيرا عظيما جدا. احدهم يقول لحضرتك بخصوص هذه قوه اللغه انه يترخص في استخدام اللهجه العاميه حتى يفهم المستمع والجالس امامه، ماذا تقول لهذا اقول الناس يفهمون اللغه العربيه، ولكن انا اقول تكلم الفصحى ولكن لا تتقعر يعني، لا تختار لا تختار الالفاظ الصعبه فهمها على الناس، ماشي اختار اللغه ما شاء الله، اختار الفاظ سهله ميسره واطرحها على الناس يا اخي، يعني الناس بفضل الله عز وجل يفهموها. لو احتجت لجمله ولا جملة يقول توفيق العقيم اللغة الثالثة أو عامية المثقفين بالضبط بالضبط كما نتكلم الآن المشاهد يسمع هذا نعم. ويفهمه جيدا اه احتجت إلى جملة ولا أكثر باللغة العامية التي يعني اه. يتداولها الناس لا بأس لكن لكن تظل طول دعوتك طوال خطبتك طوال طرحك للناس تتحدث بالعامية والعامية يعني اللي يعني ثم تقول أو تدعي أن العربية غير مفهومة أقول مم. والله إنها لمفهومة تالله إنها لمفهومة والدليل حتى انا ذكرته مع حضرتك الناس م. بتفهم القرآن لما صحيح. يطلع عليها في الصلاه والناس بتفهم نشرات الاخبار التي تقرا بالفصحى حتى وان كان فيها اخطاء لكن تقرا بالفصحى يعني م. فالناس بتفهمها بفضل من الله تبارك وتعالى يعني تقصد من كلام حضرتك مثلا ليس الكلمات المتقعره لكن سلامة النطق وسلامة سلامة التركيب والجمل نعم. طب. يعني طب. يعني طب. مثلا طب. بعض الاخوه انت لا تحسن مثلا لا تحسن قراءة جمله كامله بالعربيه الفصحى يعني ب ب ب ب ب بتدقيق وتحقيق مم. والكلمه والحرف طلع في 100% انت لا تحسنها فعايز تسكن ما في ما في مانع في بعض الاوقات يعني نعم خلاص احدهم مره من المرات اصر علي وقال كنا في مسابقه وقال انا بطلع القي ابياتا من الشعر قصيده شعريه كبيره مم. قلت له يا اخي انا خايف موضوع اللغه عنده قال لا ده انا حافظها ما تخافش يعني تفضل اطلع كان لجنه التحكيم على راسها عميد كليه اللغه العربيه في الازهر في ذلك الوقت تمام والناس جالسين يسمعوا يعني اخونا مسك القصيده طبعا يعني ايه يعني خلى اللغه العربيه لو بتنطق ساعتها لو نطقت العربيه لا, لا, لا في المحكمه <applause> <applause> نعم فكان <applause> نعم. انا انا احنا جالسين يعني بنضحك وبنبص عنا على لجنه التحكيم الناس يعني متاثرين تاثر يعني شديد جدا آه تاثر سلبي طبعا <م harmonic> آه. وكاد عميد اللغه كليه اللغه العربيه ساعتها يعني فضلت الشيخ الله يحفظه كان جالس انا حاسس ان الرجل ممكن يعني يعمل في نفسه شيء من اللي هو بيسمعه ده <applause> <sano dass تصفيق> فلما انتهى الاخ من قصيدته انصرف قال السلام عليكم وانصرف فنادى عليه الشيخ قال عليه يا اخي فرجع إليه قالوا سيبويه زعلان منك قوي فالاخ رجع طبعا جزاه الله خير مسكين يعني جلس عندي قال لي الشيخ بيقول لي مين اللي زعلان مني؟ قلت لك سيبويه زعلان منك قال نهو فيهم يعني, يعني من في لجنه التحكيم يعني معقول؟ اه ما كان يعرف يعني سبحان الله عادي عديت بس انت لا لماذا سيبويه مات من 1000 سنه لا. اللي 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 يزعلك ساعتها لماذا تتصدر لتتحدث مثلا قصيده المفترض انك ستلقيها باللغه العربيه طب اذا كانت هنالك امتحانات او او شروط اختبار وقبول من المؤسسه الدينيه القائمه على الترشيح وتعيين الخطباء، لما لا يوضع توضع اللغه العربيه كشرط لقبول هذا الخطيب او ذاك؟ والله يا شيخ هذا هذا مفروض صراحه. صراحه يعني. شوف اقول لك على شيء احيانا في بعض الـ الـ الاختبارات ام هي دعوه شرسه وخبيثه لا للقضاء على اللغه العربيه؟ شوف اقول لك على شيء أحيانا في الاختبارات التي يتعرض لها مثلا بعض الأئمة أو الخطباء أو كذا في بعض البلدان يقول له تعال نشوف مستواك في اللغة العربية. أنا أنادي في المؤسسات الرسمية وأقول لا تنشغل لا تشغلوا أنفسكم ولا تهتموا بأنك تجيب للمتقدم هذا اختبار تحريري مثلا أو حتى شفهي تقول له هذه القاعدة اسمها إيه؟ ولماذا هنا بالجر؟ وإيه فين هنا المفعول وفين هنا الفاعل؟ م. لا تشغل نفسك بهذا. يا أخي اختبره يتكلم اللغة سليمة ولا لا؟ م. تمام لان في بعض الناس يتكلم اللغه العربيه ما شاء الله بطلاقه ولو سالته القاعده دي طواعد. ايش؟ يقول لك يطرد ما يعرفش اللغه بالاستعمال بالاستعمال كما قال جني نعم بالضبط فهذا هو المطلوب لان المستمع اللي جالس في المسجد او في اي مكان الان امامنا على الشاشه لما يسمع يستمع منك بعض كلمات اللغه العربيه م. هو هيسالك انت القاعده دي ايه؟ لا المهم ان يسمعها صحيحه صحيح ولا لا؟ حضرتك تعب على الخطباء عدم استخدامهم اللغه العربيه المضبوطه هذا انا فعلا يعني ارى خاصه على المنبر خاصه على المنبر يمكن في بعض المجالس المجال الاخرى الصراحة. يعني يعني نتبسط شوي لكن م. على المنبر بالذات استعمل اللغه العربيه ولكن خليك في اللغه اللي هي الايه العربيه المفهومة البسيطه المفهومه, يعني المفهومة للناس تمام. ايضا من شروط الواجب توافرها في الخطيب ليكون طيبا أه ان يكون طيبا مجيدا متميزا المناظره المناظرة المناظرة ليش؟ لأنه أحيانا يتعرض في خطبته أو في كلامه مم. لأن الخطبة احنا الآن نتكلم خطبة محاضرة مجلس ندوة كله صحيح بيحصل يعني صحيح مم. لكن هو ممكن يتعرض لأحد من الناس يعترض عليه في مسألة مم. أو يناظره يريد أن يناظره فيها فماذا سيصنع ساعتها؟ أنت الذي فتحت الموضوع أنت الذي طرحته يعني زي ما يقعد يحكي يقول لك أنت اللي حضرت مش عارف العفريت تصرفه صحيح كده؟ آه. طيب مم. أنت اللي لحض... أنت اللي حضرت المسألة مم. ونبهت اليها اللي جالس ده فراح مم. يقول لك يا اخي انت جايب الكلام ده منين تعال نظرني فيه مم. فيجب ان يكون المتصدر للكلمه ايضا قوي المناظره يجب ان يكون ايه قوي المناظره آه كما فعل بعض الائمه الكرام حتى مع بعضهم يعني الامام احمد لما ناظر الامام الشافعي في حكم ترك الصلاه مم. شوف كافر ام شوف اللقاء كان جميل كيف يعني وشوف يا سبحان الله القدير فالشافعي يقول لاحمد يا احمد أتقول إنه يكفر؟ قال أحمد نعم قال إذا كان كفرا فبما يسلم؟ يعني هو خلاص كفر ترك للصلاة طيب يسلم بإيش؟ قال له يا يشهد. يشهد. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل يشهد. آه قال فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه هو أصلا يعني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صحيح قال يسلم بأن يصلي قال الشافعي صلاة الكافر لا تصح شوف اه سبحان الله ولا يحكم بالاسلام بها فانقطع الامام احمد وسكت ولا يحكم ولا يحكم بالاسلام بها بمعنى صلاه الكافر غير معتبره في الاسلام هو كافر هو كافر فصلاته يعني زي يعني زي عدمها يعني تمام فسكت احمد سكوت الامام احمد هنا لا يعني انه ايه يعني خلاص يعني رايه اصبح سدى وراي الشافعي هو لا احمد عند رايه وعند قوله لكن سكوت الامام احمد ولكن هنا لماذا لم يرد؟ دليل على حجه دامغه من الامام بالضبط الشافعي ان الشافعي كان قوي جدا في طرحه وفي رده وطبعا تواضعا وادبا ايضا للإمام احمد مع شيخه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وده كان ادب العلماء مع بعضهم وهم جم يوم من الايام ادب الاختلاف اه راحوا في يوم من الايام للشافعي يقولون يا يا شافعي يزورك احمد وتزوره فقال قال الشافعي رحمه الله قال قالوا يزورك احمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله ان زارني فبفضله او زرته فلفضله فالفضل في الحالين له. يا الله ده كان ادب العلماء مع مرض رائع رائعين اه قال قالوا يقولك يزورك احمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله ان زارني فبفضله او زرته فلفضله فالفضل في الحالين له له رائع شوف هذا هذا سبحان الله فنجد ان ان غزاره العلم والثقافه والمعلوماتية تمام. اللي موجوده عند الخطيب تفيد جدا في هذا الجانب هل هل لابد ان يتميز الخطيب باسلوب خطابي معين محدد من وجهه نظرك؟ اساليب الخطابه تختلف من واحد الى اخر م. ومن موضوع الى اخر م. ومن مستوى يستمع اليه الى مستوى اخر الشرائح اللي بتسمع اليه الشرائح المجتمعيه والثقافيه المجتمعيه طبعا تمام يعني مم. تخيل انك انت رايح مثلا تخطب خطبه في مجتمع انت تعرف انه مجتمع ريفي ناس بسطاء طيبين مم. يعني لا ليس لهم حظ وافر من التعليم من التعليم مم. خلاص فلا بد ان تتبسط يعني معهم في الكلام حتى توصل المعلومه اليهم مم. لو رحت تتكلم في مستوى اكاديمي كل اللي جالسين ناس كما يعرف اللي. علماء البلاغه مطابقه الكلام لمقتضى الحال لمقتضى الحال الشريحه أحسن. التي امامك خاطبها بلسانك وهذا مطلوب على فكره م. مطلوب جدا يعني والله سبحانه نا... وتعالى يرسل كل نبي الا بلسان, بلسان قوم بلسان ليبين لهم ليبين أحسن. طيب نعم طب نحن, نحن الان مثلا واحد من الناس يقول طب انا جلست في مكان اتحدث فيه وامامي شرائح متنوعه من الناس م. خلاص نوع انت ايضا الاسلوب حتى توصل المعلومه الى كل واحد جالس يطلع مستفيد شيء. صحيح فهي رجل رسالة. رجل الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله كان رحمه الله طبعا. متنوع وكان مفوها. نعم. يخاطب كل الاذواق وكل الثقافات الموجوده. كذلك اخي الحبيب انتقاء الكلمه. انتقاء الكلمه. الخطيب مم. يجب ان ينتقي كلماته قبل ان يتفوه بها. تمام. بمعنى مم. انك ممكن تكون زعلان شويه في قضيه مم. معينه انت بتتكلم فيها وشايف ان الحدث يعني جلل وصعب مم. ولازم مم. يعني وشايف أن الناس سلبيين في هذا الجانب تمام. أو عندهم مخالفات م. أو عندهم كذا حابب تشد على الناس شد على الناس ما فيش مشكلة م. لأن الترهيب كما هو مطلوب كذلك مطلوب الايه الترهيب, الترهيب مطلوب والترهيب م. أيضا نعم مطلوب تمام, تمام؟ والرفق مطلوب والشدة أيضا في بعض الأوقات مطلوبة. مطلوبة ولكن كل بحكمة م. سليم وكل بإيه بحسب الظرف او الوضع نفسه يعني. هل كل هذه الصفات شخصيه من مرصدك والخاص تتوفر في كل خطباء المساجد اليوم المعينين من وزاره الاوقاف؟ هي لا تتوفر في كل خطباء لا المعينين هل ولا هل غير المعينين يعني هل ترى ضروره نعم توفرها؟ نعم لابد ان تتوافر هذه لا الشروط لابد ان تتوفر ولذلك مم. احنا قلنا وركزنا حتى في اللقاء الماضي ان مم. ان يجب ان اقول يجب على الجهات المعنيه ان تنظر قبل ان تنظر الى قضيه ملء الفراغ وانتهى الامر مم. يعني إملال المساجد ناس أو. لا انظر يا أخي في المقام الأول من الذي سيصعد المنبر ويكلم الناس تمام حضرتك بخصوص بقى الخطيب يخطب في مسجد هل المسجد هذا لابد أن تكون له مؤسسة ترعى شؤونه أم تكون مساجد أهلية مع مساجد مؤسسية أم مساجد أهلية الـ الـ هنا في بلادنا لن نستغني بأي حال من الأحوال عما يعرف المساجد الأهلية ده واقع واقع لان عندك ايه الوزاره المعنيه بالمساجد وزاره الاوقاف او غيرها من الوزارات مم. هل النهارده انت انت بيطلع كل يوم في مصر تقريبا بيطلع يعني شبه حي جديد او تجمع سكني جديد حركه عمرانيه كبيره بالضبط صحيح. خلاص أه. حتى الناس اللي بتروح اللي بنسموهم عشوائيات بروحهم يعمل شويه عشش شو وبتاع محتاج مم. مسجد سليم خلاص مم. الناس هي اللي بتتكاتف فيما بينها وتقيم المساجد تمام فانت كوزاره معنيه هل عندك القدره ان انت يعني تغطي هذه المساجد كلها بموظفين ما عندك هذه القدره، طب هتعمل ايه؟ هتغلق المساجد؟ لما لا؟ ما استطيع اغلق المساجد، والا والا اغلاق باغلاق المساجد وقد اغلقت بعض المساجد بالفعل. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدي من صنع ذلك او من تسبب في ذلك م. وان يعود هل هل يجوز سؤال مباشر، هل يجوز اغلاق المساجد في ميزان الشرع؟ لا يجوز البته ان يغلق مسجد م. تنظيم المساجد مطلوب يعني احنا شفنا في بعض هل الدول هل يجوز ان تمنع الصلاه في احد المساجد دون يا اخي الحبيب اخي الحبيب هذا كله لا يمكن لا يمكن ان يقبل شرعا م. ولا عقلا شرعا لا يجوز ولا عقلا لكن احنا نقول ايه في بعض الدول عملوا ايه مرتبين نفسهم عاملين مساجد جمع ومساجد جماعات. يعني مسجد الجمعة ده للجمعة وغير الجمعة. المسجد الجامع. الجامع، مم. وفي مساجد اللي هي الصغيرة اللي هي مثلا يعني في مسجد آخر موجود في نفس الحال الصلوات العادية الظهر ال... والعصر والمغرب في الأيام الطبيعية. لا آه. مانع، لكن ده أيضا محتاج لوقت، ومحتاج نعم. لترتيب، ومحتاج لتنظيم. نعم. هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا حتى مم. تستطيعنا أن تطبقه يعني في أي مجتمع. تمام. لكن إيه المانع أن نبدأ؟ ما فيش مشكلة. يعني كلنا نتعاون في هذا. طيب. لكن ان تغلق المساجد المعنيه التي يتجمع فيها الناس لصلاه الجمعه مم. يعني تيجي تتكلم يقول لك احنا ما ما حد اغلق شيء، ده الناس هم لما, لما لما لم يجد الناس خطيبا انصرفوا اغلقوا المسجد وانصرفوا، كتبوا لوحة خلاص النهارده عطله يعني اجازه خلينا نشوف مسجد تاني يعني اسمحنا ناخذ فاصلا ثم نواصل لقائمه مره ثانيه مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل ابقوا وكونوا معنا. سفينه Yeah. <laughs>